الله صباحكم جميعا، تحية عطرة مشاهدينا من هنا من هذا الختام الكبير، ونتواصل معكم في هذه الانطلاقة للشوط الرابع عشر لهذه الفترة الصباحية لسن اللقاية لأبناء القبائل. هنا الأعداد ما شاء الله والشعارات التي حطت الرحال هنا في ميدان المرموم، في هذا الميدان الزكي وفي هذا الختامي الكبير مقدمة الشوط. هناك مشاهدينا نتابع معكم الدخول لهذه الشعارات الجميلة التي مشاهدينا التقت هنا، التقاء المحبة، التقاء الأخوة، مقدمة الشوط والمركز الأول والصدارة. صدارة الشوط مشاهدينا هنا المركز الأول. المركز الأول مشاهدينا هنا كما نتابع الصدارة ومقدمة هذا الشوط والمركز الأول، المقدمة مع عساف 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 مشاهدي الأعزاء لرحمة بن سلطان بن سيف العوان النعيمي، من يخطف الأضواء في هذه اللحظات. المركز الثاني يأتينا مشاهدي الأعزاء في هذه اللحظات ومقدمة الشوط والمركز الأول والمركز الثاني. كفو كفو أيضا متواجد لمحمد بن مصبح بن غليطة بن غليطة الغفلي اللي وصل في المركز الآن الثاني مشاهدينا والمركز الثاني. هناك اللي غير مشاهدينا كما نتابع، الآن اللي غير مشاهدينا لصدارة الشوط والمركز الأول كما نتابع مصيح مشاهدي الأعزاء في مقدمة هذا الشوط والمركز الأول. المركز الثاني محمد المصبح بن غليطه مشاهدي الاعزاء. كفو اللي غير في المركز الثاني، انطلق معكم المركز الثالث اللي واصل في هذه اللحظات، وانطلق الى المركز الثالث كما نتابع مشاهدينا هذا الاندفاع مع فياض المبارك بن محمد بن حسن بن ثيمة العامري الذي يتقدم في هذه اللحظات. اما هنا ايضا اللي وصل في هذه اللحظه وغير في هذه اللحظات وانطلق المركز الخامس عديم لسعيد بن سهيل بن دليوي الذي يتقدم، بينما هناك من عمق الميدان التقدم مشاهدينا الوضوح مع مشاهدينا ووصول في المركز السابع اللي وصل في هذه اللحظات وبدا يتقدم كما نتابع مشاهدينا. هناك شاهين للسيد صالح بن خليفه بن علي الدرمكي الذي غير مشاهدينا، بينما هنا ايضا اللي وصل في هذه اللحظات مشاهدينا يا سلام، هناك الشعار اللي قادم الضاح لعمران بن سلطان بن تريه ملك تبي اللي غير مركز الثامن، المركز التاسع شوف الدخول مشفي لمايد بن احمد بمطر الخيالي وصل شعار الفيلسوف، بينما نعود لصدارة الشوط، نعود لمقدمة الشوط من البداية. هناك ما نتابع مشاهدينا هذا القدوم وهذا التقدم اللي من البداية مسيطر هذه السيطرة مشاهدينا في هذه اللحظات والقدوم مقدمة الشوط. هنا الوصول، هنا التقدم العساف لرحمة بن سلطان بن سيف العوان النعيمي واللي غير شوف الدخول المفاجئ مشاهدينا، شعار خالد مبروك الحميري سياف بدأ ينطلق، هذا الوثباوي عاد ما شاء الله انطلاقة سريعة انطلاقة وانخفاض على مقدمة الشوط. خالد بن سعيد بن بروك الحميري اللي يقدم لنا عساف مشاهدي الأعزاء ما شاء الله. شوف المركز الثاني أصبح كذلك، هو الآخر أيضا عساف الآخر أيضا في المركز الثاني مشاهدي رحمة بن سلطان بن سيف العواني النعيمي، وتسلل هنا شعار الفيلسوف غادم في هذا الأداء الجميل ما شاء الله. مشفي المبارك بن أحمد بن مايد ومايد بن احمد بن مايد الخيالي يتقدم في هذا الاداء وتقدم في هذا النداء ما شاء الله يا مشفي. النقل المركز الثالث، شوف اللي وصل في المركز الثالث مشاهدينا من خلال
وصول مشاهدينا هناك اللي وصل الى السياف، سياف الاخر مشاهدينا الاعزاء اللي بدا يوصل كما نتابعه لسعيد بن عبد الله بن كرتوس العامري من الجانب الاخر. هنا ايضا وصول، هنا قدوم، هنا تقدم مشاهدينا. يا سلام، هناك ايضا ادهم وصل لخليفه بن عبد الله بن ياعد الحميري، بدا يتقدم. عوده للركس، الله الله الله، الكيل الاخير بن مبروك الحميري، الله الله على الاداء، الله الله على الشوط راح. شوف الركس، شوف الركس مع شعار خالد بن سعيد مبروك الحميري الذي يقدم لنا عساف، الذي عسف الشوط ويرقص، يرقص ما شاء الله طربا بالثمانمية متر الاخيره. والشباب غادمين، غادمين يا ابو سعيد، شوفوا اللي غادمين، اللي بدا يتقدم في المركز الثاني. الله على القدوم، الله على الوصول، الله على كل شيء جميل يسير هنا في هذا. اللي وصل مشاهدينا، وصل متعب، متعب وصل، متعب متعب متعب، امير بن سلطان بن محمد الهاشمي، الهاشمي وصل وصل وصل، ومشقي، مشقي لمايد بن احمد، مشفي المشفي، ومشفي مايد بن احمد بن مايد الخيالي يتقدم. شعار الفيلسوف، وصل الشباب، وصل الغادمين، بن ياعد الحميري ايضا واصل، ما زال عساف لخالد بن سعيد بروك الحميري. مشكي مشفي مشفي مشفي، الله سلام للفيلسوف، سلام سلام للامتار، رجل الامتار الاخير، سلام سلام لمشفي، مشفي مايد بن احمد بن مايد الخيالي قدم لنا هذا كالعادة. سلام سلام للدائم الحقيقي احمد بن مايد الخيالي، هذا الشعار رماح سلام. المركز الثاني لبن ياعد الحميري، المركز الثاني لبن ياعد الحميري، المركز الثالث، المركز الثالث اللي وصل في المركز الثالث مشاهدينا لعمير بن سلطان بن محمد الهاشمي متعب. المركز الرابع 94 مشاهدين، هناك كان شاهين لراشد بن قاش بن طارش المنصوري، لراشد بن قماش بن طارش المنصوري. والمركز المركز الخامس كان متواجدا بهذا الأداء الجميل والشكل الجميل شباب لمنصور بن سلطان بن ناصر الشامسي. هذه النتيجة، عودتنا لراعي رماح مايد بن أحمد مشفي. 7:26 وجزئين. سلام لرماح سلام، التوقيت الافضل والاجمل راح مع الفيلسوف مايد بن احمد مايد الخيري. سلام لرماح سلام. المركز الثاني 7:29 اربعة اجزاء من الثانية. شعار بن ياعد الحميري بالفعل كان اداء ممتاز، قدم لنا اشعار بن ياعد ادهم لخليفة بن عبد الله بن ياعد الحميري. المركز الثالث 7:29 ستة أجزاء من الثانية. متعب عمير بن سلطان الهاشمي، وسلام على كل الفائزين وتحية لهذا النقل الجميل.